السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأداة دي أفضل أداة عشان تدير حسابك على لينكد إن، في بيحتوي على الذكاء الاصطناعي والجدولة، بحيث مثلا تديله أكتر من منشور وتقول له مثلا انشر لي واحد كل يوم مثلا الساعة 7، تمام؟ فالناس تتعود إن أنت مثلا كل يوم مثلا أو كل أسبوع بتنشر في وقت معين، وأنت تكون مجهزة من قبلها بفترة، وتقدر تبعت رسايل، وفي فوائد كتير جدا لتنظيم الملف بتاعك على لينكد ان على اساس يبقى اقوى والناس كتير تبقى على تواصل معاك. يعني ده كويس برضو لينكد ان الشركات والاشخاص. ممكن تعمل سكادول او ترتب نشر مجموعه كبيره من البوستات في وقت محدد، وتقدر تختار بقى الناس اللي انت عايز تبعت لهم، مثلا اصحاب الشركات وهكذا. بيديك قوه داخل اللينكد ان لو انت عايز تقوي حسابك على اللينكد ان. في شوية مزايا هي الـ AI أو ساعدك في كتابة الـ LinkedIn بوست، زي ما احنا قلنا أي موقع دلوقتي شغال بالذكاء الصناعي هيندثر، فهنا في جزء كبير جدا معتمد على الذكاء الصناعي. آخر حاجة السعر، عشان أي حاجة تمثل عليها يبدأ تقريبا من $50 في الشهر.